السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير. دلوقتي هنعمل فيديو هنتكلم فيه على تشتري خبز ازاي. في عندي باودر كيجو عيش بالجبنة بالكيلو، الكيلو عامل 11.99 سنت كوريان، باو فرانسيس الكيلو عامل 7.98 سنت، السونيو دو كازا كريمي الواحدة بس اللي هي دي عاملة سعرها بريال وتسعة واربعين سنتام، اوه ياو فارينتا نوفي سنتام، باو فرانسيس كادا اون كيلو ساتشي نوفينتا اويتو سنتام، باو دو كيجو يعني عيش بالجبنة عامل 11.99 سنتام. دي يا جماعة اسمها البادارية، اللي هي ممكن تشتري خبز وممكن تشتري اي حاجة متعلقة بالخبز تبقى موجودة في الميركادو هنا. وشكرا لكم.